أهلا بكم مشاهدينا وجولة جديدة من الآن والتي نخصصها للشأن التركي، حيث أعلن وزير الشباب والرياضة التركي الأسبق والنائب بحزب العدالة والتنمية سعاد قليق الانضمام لحزب وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان والمزمع إنشاؤه قريبا. نقلت وسائل إعلام محلية أنه يجري الحديث عن أن تولي قليق رئاسة محافظة سامسون. يذكر أن علي باباجان أعلن في 16 من يوليو استقالته من عضوية حزب العدالة والتنمية. للمزيد من المتابعة في هذا الشأن ينضم إلينا هاتفيا كرم سعيد الباحث في الشأن التركي. أستاذ كرم، أنا برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. يعني الانشقاق عن العدالة والتنمية، هذه الانشقاقات متواصلة، ولكن يمكن وصف هذه الفترة بمرحلة الذروة، يعني أو كيف تشخص هذه الفترة؟ الحقيقه ان التدافع نحو الاستقاله من العداله والتنميه من قبل القيادات التاريخيه والاباء المؤسسين لحزب العداله والتنميه وعلى راسهم علي باباجان واحمد داوود اوغلو وغيرهم من القيادات التاريخيه، هي تؤشر الى ان ثمه ازمه حقيقيه واحتقان سياسي داخل حزب العداله والتنميه، ولم تفلح كل محاولات السيطره التي يمارسها الرئيس التركي بعد توليه رئاسة الحزب وفقا للتعديلات الدستورية التي أجريت في إبريل 2017 من أن تلم شمل الحزب أو تحافظ على قوته وقدراته في الشارع التركي. رأينا حالة التراجع وحالة التوتر داخل الحزب وبين قواعده الانتخابية في الانتخابات البلدية التي أجريت نهاية مارس الماضي والتي نجحت فيها المعارضة بالسيطرة على أكبر عدد ممكن من المدن الكبرى في تركيا. في هذا السياق بدأت تتعالى الأصوات وخاصة داخل الجناح الإصلاحي داخل حزب العدالة والتنمية، هذا الجناح الذي طالما اعترض وأبدى رفضه للسياسات التركية سواء على مستوى الداخل أو الخارج، وعندما لم يجد أذن صاغية لأفكاره ولمقترحاته اضطر عدد كبير منهم الى مغادره الحزب. راينا احمد داوود اوغلو الذي اعلن قبل ايام تاسيس حزب المستقبل، وربما تشهد الايام المقبله والساعات المقبله اعلان علي باباجان عن حزبه الجديد في نهايه ديسمبر الجاري او ربما على اقصى تقدير مطلع يناير المقبل. الحقيقه ان هذه الاحزاب سواء حزب علي باباجان او حزب احمد داوود اوغلو بتؤشر الى ان ثمه احتقان داخل حزب العداله والتنميه، وان الساحه السياسيه التركيه مقدمه او مقبله على مشهد مغاير. هذا المشهد ربما عنوانه الابرز تراجع شعبيه حزب العداله والتنميه مقابل صعود حركات سياسيه جديده وصعود ايضا المعارضه. تركيا تقف على مفترق طرق في ظل حاله التوتر السياسي وفي ظل حاله الاستقطاب المجتمعي، وهذه الحاله تتصاعد مع ظهور حركات سياسيه جديده ومع انخراط المعارضه ودخولها على خط قضايا لم تدخلها من قبل. طيب سيد كرم، هل هذه الانشقاقات ربما تنم عن سياسات أردوغان الداخلية أم برأيك ما خفي كان أعظم؟ لا طبعا، هذه الانشقاقات في الحقيقة لها أسبابها التي تم الحديث عنها بشكل مباشر. أول هذه الأسباب هو رفض حالة رفض الممارسات السلطوية من قبل الرئيس التركي ومن قبل حزب العدالة والتنمية. هذه الممارسات التي زادت عشية التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي. السبب الثاني يرتبط بالانخراط التركي السلبي في صراعات الإقليم، خاصة في الأزمة السورية والأزمة الليبية، وهناك قطاعات واسعة من النخب التركية ترفض هذا الانخراط وترى تداعيات سلبية له على أنقرة. السبب الثالث مرتبط بالفشل في محاصرة الأزمة الاقتصادية والإصرار على إجراءات اقتصادية غير تقليدية وتخالف القواعد المعمول بها في الناحية الاقتصادية. السبب الرابع مرتبط بإمساك الرئيس ومجموعة صغيرة داخل حزب العدالة والتنمية بمفاصل الحياة الحزبية وبمفاصل حزب العدالة والتنمية، واستبعاد واستثناء عدد كبير من القيادات التاريخية. أتصور أن كل هذه الأسباب هي التي تحدث عنها علي باباجان وأحمد داوود أوغلو بشكل مباشر وغيرها من القيادات التاريخية التي استقالت على مدار الشهور التي خلت. هذا ايضا ظهر في يعني عزوف قطاع واسع من اعضاء حزب العداله والتنميه والانفصال عنه، يعني على سبيل المثال في غضون التسعه اشهر الماضيه
شهد الحزب استقالة أكثر من هل تتوقع سيد كرم المزيد من الانشقاقات والاستقالات في حزب العدالة والتنمية في الفترة المقبلة؟ يعني في ظل هذه الممارسات السلطويه وفي ظل اصرار التركي على الامساك بمفاصل المشهد وعدم الاستماع الى الاصوات الاصلاحيه التي تناهض وترفض سياسات الحزب سواء على مستوى الداخل او الخارج، اتصور ان الفتره المقبله ستشهد مزيد من الانشقاقات ومزيد من الاستقالات من داخل الحزب. على مدار العام الماضي قصر الحزب اكثر من 700,000 او 800,000 من أعضاءه رداً على هذه السياسات. نعم، الأستاذ كرم سعيد الباحث في الشأن التركي كنت معي هاتفياً، بشكرك شكراً جزيلاً. في السياق ذاته قال رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أغلو أنه عارض التعديلات الدستورية والتي حولت تركيا إلى النظام الرئاسي، مشيرا إلى أنه لم يجد قناة تلفزيونية تسمح له بالإفصاح عن رأيه والمتعلق بذلك. وأضاف رئيس حزب المستقبل خلال اجتماعات خصصت لشرح رئاسة رؤية الحزب الوليد أن هناك أزمة اقتصادية في تركيا، وأكد ضرورة تجديد النظام الدستوري من الأعلى إلى الأسفل، معتبرا أن العدالة في بلاده أصبحت مكانا لجمع السلطات والقوة. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا أيضا الأستاذ أسامة عبد العزيز المتخصص في الشأن التركي. أستاذ أسامة برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. يعني من الواضح أن أحمد داوود أغلو لا يترك لحظة إلا ويتحدث عن فضائح ربما أردوغان، يعني برأيك إلى ما هي الرسائل التي يريد أن يوصلها، وهل من المتوقع أن نجد أي تحرك تركي أكثر مما يحدث تجاه أردوغان؟ صباح الخير أستاذة ندى والأستاذة المشاهدين. بالقطع أحمد داوود أغلو اللي هو نقدر نسميه كيسنجر السياسة الخارجية في تركيا وصاحب نظرية صفر المشاكل، هذا الرجل يتمتع باحترام كبير لدى الناخب التركي أو رجل الشارع التركي. طبعا من المؤكد أنه النداءات أو الانتقادات التي يوجهها بصفة دائمة إلى رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية اللي هو كان أحد مؤسسيه ستؤتي بثمارها من المؤكد في الفترة القادمة. صحيح البعض ينتقد إلى أنه لماذا لم يعلن هذه الانتقادات حينما كان عضوا في حزب العدالة والتنمية، وبتلقى صدى محاولات كبيرة جدا من أردوغان لإفشال صورة أحمد داوود أغلو أمام الناخب التركي، محاولات رهيبة، إلا أنه المؤشرات بتؤكد أنه حزب أحمد داوود أغلو حزب المستقبل وكذلك حزب علي بابا جان المقرر تأسيسه أول أو مطلع العام المقبل سيكون لهما تأثير كبير جدا في ضرب حزب العدالة والتنمية. ربما لم يحقق المكسب في الفترة المقبلة، إنما من المؤكد إن هيكون لهم تأثير بالخصم من شعبية حزب العدالة والتنمية ورجب طيب أردوغان. المؤشرات بتقول إنه 25% من مؤيدي حزب العدالة والتنمية من المؤكد إنهم سيتجهوا إلى الحزبين الجديدين. يعني ربما سيد أسامة هذه الانشقاقات تصب في النهاية في مصلحة الحزب الشعبي أي الشعب التركي؟ ربما، لكن إذا حدث تحالف بين حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير وكذلك أحزاب أخرى من الأحزاب الجديدة، أعتقد أو أتصور أنه ده التحالف هو السبيل الوحيد لإنهاء سطوة رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة، لأنه كل المؤشرات الخاصة باستطلاعات الرأي تؤكد أن أردوغان سيخسر نسبة كبيرة جدا جدا من
من أصوات الناخبين. وربما أيضا بعض المؤشرات تتوقع أن كل هذه الانشقاقات ربما يعني في مجملها تصب بأن هذا نهاية عهد أردوغان. يعني المؤشرات بتاعت استطاعة الرأي المؤكدة في الفترة الأخيرة أحد هذه المؤشرات بتقول نهاية حزب أردوغان خلال عامين، إنه الموت السياسي سيلاحق هذا الحزب. المؤشرات تؤكد أو تشير إلى هذا الأمر، إلا إنه الأمر يحتاج من المعارضة التركية بجميع أشكالها أو أطيافها أن تتوحد في وجه أردوغان. هذا في رأيي هو سبيل أو خطوة مهمة جدا لإنهاء عصر أردوغان في الحياة السياسية التركية، لأن المؤشرات كلها بتشير إلى تراجع شعبيته بشكل كبير لأسباب عديدة ومتنوعة. ولهذا نجد رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية يهرب إلى الأمام، يحاول أن يتدخل أو يدشن معارك جديدة في شرق المتوسط أو في ليبيا أو في غيرها من بعض البقاع الأرض. هذه محاولات. طب برأيك أستاذ أسامة، سياساته الخارجية وتدخلاته وانتهاكاته في الكثير من المناطق العربية تحديدا هي ما تؤثر على شعبيته أكثر، أم الانهيار في الاقتصاد التركي وسياسته الداخلية والتأثر الواضح على المواطن التركي هو ما يؤثر أو سيؤثر على شعبية أردوغان أكثر؟ يعني الأكيد أن السياسات الداخلية هي الأكثر تأثيرا على شعبية أردوغان، لانه انت بتتكلمي على المواطن التركي اللي كان في فتره من الفترات يعيش حياه يعني نقدر نقول طبيعيه، ليس فيها اي مشاكل، الا انه العامين الماضيين اعتبارا من بدايه عام 2018 حتى اليوم المواطن التركي بات يواجه مصاعب كبيره جدا في الحياة الاجتماعية نتيجة سوء الإدارة الاقتصادية اللي انتهكها أردوغان وحزب العدالة والتنمية. العملة التركية فقدت أكثر من 30% أمام الدولار خلال العام ونصف العام الماضي. هذا أمر يؤثر بطبيعة الحال على دخل المواطن التركي وسبل المعيشة. شفنا حاولات الانتحار الجماعي لأول مرة تحدث في تركيا لهذا الشكل، أسر بالكامل تنتحر لعدم قدرتها على مواكبة المعيشة. الأمور خطيرة جدا في الداخل التركي. أيضا انتهاك حقوق الإنسان، لا تتخيل الأوضاع في تركيا اليوم بات شكلها صعب للغاية، ليس هناك حرية في الصحافة، تراجعت بشكل كبير. ربما ما يفعله أردوغان من انتهاكات في المناطق الأخرى خارجيا ينم عما يحدث داخليا. السيد أسامة عبد العزيز المتخصص في الشأن التركي كنت معي هاتفيا، بشكرك شكرا جزيلا. وفي مشاهدينا هكذا نكون قد وصلنا لختام هذه الجولة من الآن والتي خصصناها للشأن التركي. أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.